معانا ايضا الدكتور وليد عبد العظيم استشاري مشروع الاستراتيجيه المتكامله لاداره مياه الامطار بالاسكندريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك فندم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور وليد. دكتور وليد، عايزين نعرف مساله الاستراتيجيه المتكامله لاستغلال مياه الامطار. طبعا اكيد زي ما حضرتك سيادتكم متابعين، اسكندريه مدينه ساحليه بتتعرض لنوبات المطر طول فتره الشتاء، ومع التنميه العمرانيه الغير منضبطه اللي حصلت في وقت اسكندريه في وقت سابق، أثر ده سلبا على الطاقة الاستيعابية لشركات الصرف الصحي اللي كانت بتجمع مياه الأمطار، وبالتالي ابتدى يحصل عندنا تراكمات لمياه الأمطار في الشوارع وغرق لبعض المناطق، وبالتالي حضراتكم راصدين ده على مدار السنوات اللي فاتت. فالكلام ده مع طبعا وبالذات حتى مع التغيرات المناخية اللي أثرت سلبا على كميات المطر بقت تزيد جدا، كثافات المطر اللي اتعرض بيها اسكندرية بقت تزيد مع الوقت. فكان في توجيه من دوله رئيس الوزراء ان احنا لازم نضع حل للتعامل مع مياه الامطار في الاسكندريه، وان احنا كمان نحولها من مشكله كمان لمورد للميه يتم الاستفاده منه. كان عندنا تحديات كتير. اسكندريه مدينه قديمه، شوارعها ضيقه، متخمه بالمرافق تحت الارض وفوق الارض. وعليه اتحطت فكره او استراتيجيه عامه بتحدد المناطق اللي اقدر انفذ فيها الفصل الجزئي لمياه الامطار بالاسكندريه. وعملنا مصفوف دخلنا فيها كل المحددات والعوامل المؤثره على غرق بعض المناطق في اسكندريه. احنا عندنا في اسكندريه تقريبا 150 نقطه ساخنه، نقطه تجمعات لمياه الامطار. اوكي. فابتدينا ندرس ده من توجيه السنه اللي فاتت، ابتدينا ندرس الاماكن ونحط ترتيب للاولويات. خاصة كمان ان احنا يصعب العمل تحت الارض او تنفيذ شبكات من المرافق بشكل كبير في اسكندريه في وقت الامطار. انتهينا ان احنا عندنا اسبقيه اولى لعدد 9 مشروعات. تم تنفيذ 3 منهم العام الماضي في منطقه شاطبي ومكتبه الاسكندريه، في منطقه سبورتنج وكليوباترا، وفي منطقه جيران. العمل ده استمر ل 90 يوم. الحمد لله قدرنا نغطي الثلاث مناطق دول بشكل كامل. انتهينا من حوالي 12 نقطة سخنة بشكل مباشر تم التخلص منهم وما بقاش فيها تراكمات لمياه الأمطار. كويس. وكميات المية اللي احنا شلناها دي أثرت إيجابا بشكل كبير على أداء الشبكات في المناطق دي، ففي كمان حوالي 10 نقط تانية تم حلهم بشكل غير مباشر. ادانا بقى السنة دي إن احنا في الصيف ده نبتدي نتحرك لمناطق أكبر. فتحركنا يمكن لأكبر منطقتين او الاصعب في اسكندريه في التعامل معاهم، هي منطقه سموحه بمنطقه فيكتور عمانويل وشارع 38 نقل والهندسه، مناطق ذات كثافات مروريه عاليه وكانت بتتعرض كتير للامطار، ويمكن ده بينتشر كتير على الاعلام وعلى السوشيال ميديا في فترات المطر. وكمان منطقه سيدي بشر ومحمد نجيب والمنطقه المحيطه بيها. بصراحه مشروع ضخم التعامل تحت الارض وفوق الارض في المرور، وده كان عمليه مهمه جدا ازاي نعمل ده من حيث وكمان نقلل كمان التاثيرات على الساده المواطنين وتقليل التاثيرات المروريه قدر المستطاع. الكلام ده كله على فكره يعني بيتم بشكل متناغم جدا، لان طبعا دوله رئيس الوزراء شكل المشروع ده لجنه تسيير برئاسه معالي الوزير محافظ الاسكندريه وعضويه كل الجهات المعنيه. بنتقابل اسبوعين، وغير كمان اللقاء الاسبوعي بنتقابل كمان في وسط الاسبوع عشان لو في اي تحديات او مشاكل محتاجه مداخلات بيتم التعامل عليها بشكل عظيم جدا. طب احنا الميه بعد كده اللي هتنزل في مواسم بتاعه اغلبها اظنها بتبقى الخريف والشتاء وما الى، وان كان دلوقتي بقى المطر بينزل في اي لحظه دكتور والله. انا بقيت بقلق والله. ما بقتش عارف بالظبط. التغيرات المناخيه باثرت بشكل كبير يعني، كان عندنا امطار اول امبارح في الاسكندريه. ايوه انا عارف ده كويس. وبعدين احنا في القاهره طبعا سمعت عن العاصفه الترابيه، يا الاخوان قالوا عليها لعنه الفراعنه ده مبدئيا، لكن سيبنا من الاخوان دول. جهل 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 وحش قوي قوي يعني، يعني جهل مؤسف بصراحه. لكن في وسط ما كان في التراب طبعا احنا في الحالات اللي زي كده بندعي بنقول النبي يا رب شويه مطر، فباب السماء كان مفتوح فالمطره بدات تنزل وانا في شهر 6، فانا ما بقتش عارف هو هينزل امتى وحاجات زي كده. السؤال بقى دكتور، واسف والله على تضييع وقتك يعني، بس لا يا فندم وجب ان احنا يعني نقول حتى ولو دعابه في النص، الكميات بتاعت ميه المطر دي بعد كده احنا هنخزنها فين؟ ازاي؟
طبعا ببساطه، احنا مش مهندسين زي حضرتك، احنا على قدنا خالص، فهنخزنها فين ازاي وهنستخدمها في ايه؟ احنا عندنا نقطتين او يعني منهجيتين في التعامل مع ميه المطر. المنهجيه الرئيسيه والكميه الاكبر هتوجه لبحيره المطار، ودي كانت مفيد ترعه المحموديه فيما سبق في اوقات الفيضان زمان، ومنها سيتوجه مباشره للاستخدام في الدلتا الجديد. حلو طبعا جدا. تحت قياده المنطقه الشرقيه. حلو سوري جدا. الهيئه الهندسيه. الهيئه الهندسيه. حلو جدا. حلو جدا جدا جدا. عندي بقى على الكورنيش بعض المناطق هيتم تجميع فيها الميه واستخدامها في مناطق قريبه ليها، في ري المسطحات الخضراء، في استخدامات ليها علاقه بالمنشات المجاوره السياحيه والفندقيه. يعني احنا التوجيه واللي متحرك عليه ان شاء الله ما فيش نقطه ميه هتنزل مطر لن يتم استغلالها او اعاده استخدامها بشكل مباشر. طب دي اخبار كويسه جدا، انا طول عمري كنت بحلم بالحكايه دي بجد، يعني مش هزار والله بجد. انا بشكرك جدا يا دكتور وليد، كل الشكر للدكتور وليد عبد العظيم استشاري مشروع الاستراتيجيه المتكامله لاداره مياه الامطار بالاسكندريه.